السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل اللي بيسمعني. معكم أستاذ صفاء من قناة يوتيوب. كل بيسمعنا لأول مرة راجع الفيديو ما ينساش تتركوا فعلنا الجرس. تعبير عن وصف صديقتي ماي فريند أو صديقتي المفضلة، باراجراف عن صديقتي المفضلة يصلح هذا الموضوع أيضا. ماي بيست فريند، اكتب العنوان في نص السطر، أول السطر متروك فراغ مسافة كلمة، حرف الأول دائما كابيتال ليتر، بين الجملة الأخرى نضع فول ستوب، الحرف اللي بعد فول ستوب دائما كابيتال ليتر، حرف كابيتال حرف كبير. My friend Sara is very nice person. صديقتي سارة هي شخص رائع. She is very smart and lovely. هي ذكية جدا و lovely محبوبة أو ودودة محبوبة. We like to spend time together. نحن نحب أن نقضي الوقت معا. And if we are away from each other. وإذا كنا بعيدا عن بعض. We like to talk on the phone. نحب أن نتصل توك أو نتحدث في الجوال أو الهاتف. سارة is my best friend. صديقتي المفضلة سارة هي صديقتي المفضلة. She is serious about her school. هي جادة في مدرستها. And always وهي دائما want to have good grades. وهي تريد أن تحصل على درجات جيدة. She is very social and likes to meet new people. هي اجتماعية social اجتماعية اجتماعية جدا very social اجتماعية جدا. And وتحب وهي تحب أن تقابل ناس جدد أو أشخاص جدد. I hope for her a good life. أنا أتمنى لها حياة جيدة. full stop. تعبير بسيط، كلمات سهلة بسيطة عن وصف صديقتي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.